لحضراتكم اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالمية تحديدا. النهاردة يوم خاص جدا في الحقيقة في الدوري الفرنسي تحديدا، لأن ميسي بنسبة كبيرة هيكون متواجد طبعا في التشكيل الأساسي في أول ظهور ليه مع باريس سان جيرمان. لكن خليني في البداية أبتدي بالدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي النهاردة فيه ثلاث مباريات، منهم مباريتين اتلعبوا وخلصوا قبل دقايق من دلوقتي، ده في إطار استكمال الجولة الثالثة من البريمير ليج. بيرنلي لعب مع ليدز يونايتد، مباراة كانت الساعة 3 العصر، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وفي نفس التوقيت كان توتنهام مع واتفورد، وانتهت بفوز توتنهام بنتيجة 1-0، أحرزه هيوم مينسون نجم فريق توتنهام في المباراة اللي شهدت مشاركة هاري كين بشكل أساسي لأول مرة هذا الموسم بعد الاستقرار بشكل نهائي على استكمال هذا الموسم مع فريق توتنهام. وبكده بالنتيجة دي توتنهام بقى هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أول ثلاث جولات، لأن مفيش حد وصل للنقطة رقم 9 إلا هذا الفريق. أما المباراة الأخيرة النهاردة في الدوري الإنجليزي وآخر مباراة في هذه الجولة هتكون مباراة ويلفرهامبتون مع مانشستر يونايتد، واللي هتشهد تواجد فاران لأول مرة في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر يونايتد. ونفس الحال بالنسبة لسانشو اللي هيكون متواجد في التشكيل الأساسي لأول مرة، كان شارك لبعض الدقائق كبديل خلال المباريات السابقة، لكن النهاردة هيبتدي بشكل أساسي. والكل طبعا مترقب كريستيانو رونالدو. رونالدو طبعا مش هيكون موجود في مباراة النهاردة، لكن هيكون موجود بعد الأجندة الدولية بشكل طبيعي جدا، وهذه الصفقة اللي أحدثت ضجة كبيرة قوي على المستوى العالمي. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما فيما يتعلق بالدوري الأسباني، فبرشلونة بيلعبوا في هذه اللحظات مع ختافي التعادل السلبي بدون أهداف، أو تقدم في هذه اللحظات وأنا بتكلم معاكم بهدف للا شيء على ختافي، نازلين سخنين كده بدري وفي الدقيقة الثانية تقريبا أو الثالثة أحرزوا هدف التقدم. الساعة 6:30 في ماتشين في الدوري الأسباني، قادش مع أوساسونا، رايو فاليكانو مع غرناطة، والساعة 10 بالليل أتلتيكو مدريد مع فياريال. ده بخصوص الدوري الأسباني. أما بخصوص الدوري الإيطالي، فجنوا مع نابولي وساسولو مع سامبادوريا، المباراتين الساعة 6:30، ميلان مع كالياري الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت ساليرنيتا مع روما، مباراة أيضا من ضمن المباريات المهمة. أما بخصوص الدوري الفرنسي، والكل مترقب الظهور الأول لليونيل ميسي بقميص غير قميص برشلونة، وهو قميص باريس سان جيرمان. فهنبتدي مباراة لعبت النهاردة ما بين تروا وموناكو، انتهت بفوز موناكو بنتيجة 2-1. الساعة 3 كان في عدد من المباريات وانتهت منذ قليل، انجي مع رين، انجي فاز ب2 للا شيء. كليرمون فوت مع ميت، التعادل الإيجابي كان حاضر بنتيجة 2-2. لانس مع لوريان، التعادل أيضا كان إيجابي 2-2. ستراسبورغ فاز 3-1 على استاد بريست، وليل ابتدى مباراته في هذه اللحظات مع مونبلييه، والساعة 9:15 المواجهة المرتقبة ما بين استاد ريمس وباريس سان جيرمان، مباراة مهمة جدا هيكون متواجد طبعا فيها الثلاثي نيمار امبابي وليونيل ميسي. دي أهم وأبرز مباريات في مختلف الدوريات الأوروبية.